اليوم 17 من شهر أكتوبر من عام 2016 قمنا بزيارة قلعة أمبرد الواقعة فوق جبال أراكاتس، والتي بنيت في الفترة بين القرن الثاني عشر والثالث عشر. نحب نشوف منافة أحد العجائب في أرمينيا اللي هو هذا الشلال الصغير على ارتفاع، نحن الآن على ارتفاع تقريبا أكثر من 2500 متر فوق مستوى سطح البحر، واحتمال قارب 3000 متر لأننا راح نرتفع إلى قمة جبل أراغاتس. شوف العجائب فوق الارتفاع، هذا الشلال الصغير كيف ينبع ويصب ويجري في هذا الوادي ليتكون نهر أمبرد. هذا الدير أيضا بنيت في الفترة نفسها، وهذه أطلال القلعة، الجدران مهدومة. راح نتقرب من الأمام أيضا ونصورها. هذه القلعة، قلعة أمبرد، بقايا قلعة أمبرد.